أهلا بكم. البداية من فلسطين، فقد اعتبر قادة الاحتلال الإسرائيلي أن أي قرار استشهاري من محكمة العدل الدولية سيكون مضرا، كما أشار نتنياهو أنه لا يعترف بشرعية أي قرارات صادرة عن المحكمة. وتعقد محكمة العدل الدولية الاثنين جلسات استماع لمرافعات حول الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية لتصدر في نهاية المطاف رأيا استشاريا كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة طالبت به. وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أمام المحكمة إن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة وتطبق سياسة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين منذ سنوات. إلى ذلك أعلن الاتحاد الأوروبي عن إطلاق عملية في البحر الأحمر لتأمين الملاحة في باب المندب وضمان أمن وسلامة السفن. وتأتي الخطوة الأوروبية على خلفية التوتر الذي تشهده المنطقة والعمليات المستمرة للحوثيين باستهداف السفن المتجهة لإسرائيل، رغم الضربات التي تنفذها أمريكا وبريطانيا ضد الحوثيين. فقد استمرت الجماعة في استهداف السفن في باب المندب مؤكدة على عدم توقفها حتى يقف العدوان على قطاع غزة. مشاهدينا، للمزيد أرحب بضيفي هنا في الاستوديو السيد جلال ورغي الكاتب والباحث، كما أرحب بضيفي من رام الله السيد عليان الهندي الخبير في الشأن الإسرائيلي. سيد جلال ورغي، لو بدأت معك، كيف تقرأ جلسة الاستماع في محكمة العدل الدولية اليوم وإلى أين تمضي؟ هي الحقيقة زياد جلسة مهمة لجهة أنها في نهاية المطاف تضع هذا الاحتلال مجددا أمام المساءلة والمحاسبة، بغض النظر عن إلزامية هذا القرار من عدمه، لأنه القرار سيكون قرار استشاري، وقد طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ أشهر، وهو بالتالي منفصل زياد عن القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا، ولكن بالتأكيد له تأثيرات حقيقية لسبب بسيط، هو أنه الجمعية العامة المتحدة طلبت رأيا استشاريا من المحكمة في رأيها في الاحتلال الإسرائيلي للعديد من المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة. ومثل ما يعني رأينا أنه ولاية إسرائيل من خلال قادتها جميعا تقريبا عبروا عن انزعاجهم وغضبهم وانتقادهم لانتصاب المحكمة بهذا الشأن، ولكن تقديري هي رسالة أخرى مهمة وإضافية. إسرائيل تجر المرة تلو الأخرى إلى محكمة العدل الدولية لسبب بسيط، هو أن هذا الكيان مارق زياد ويمكن التستر عليه لبعض الوقت، ولكن لا يمكن التستر عليه باستمرار. اليوم في تقديري لن تجد المحكمة صعوبة في التقرير بأن ما تفعله إسرائيل من احتلال للعديد من المناطق في الضفة الغربية وغزة هو غير قانوني وغير شرعي ويمثل استيطانا ترفضه جميع الدول في الحقيقة. وطبعا إسرائيل مبدئيا تبرر يعني في إطار المخاتلة، تتحدث على أنه احتلالها لهذه المناطق هو خوفا وتأمينا للإسرائيليين، بينما في الحقيقة هو يعكس روح استيطانية استعمارية تريد أن تستولي على هذه الأراضي بشكل نهائي وهذه المناطق بشكل نهائي وتحولها إلى جزء مما تسميه الدولة الإسرائيلية، بينما هنالك مجتمع دولي فضلا على الفلسطينيين يصرون على أن هذه المناطق بالقانون الدولي يعني موقف كل الدول العالم هي مناطق فلسطينية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تحول إلى إسرائيلية. طيب سيد عليان الهندي، الاحتلال اعتبر أنه أي قرار استشاري من محكمة العدل سيكون مضرا، ونتنياهو ذهب بعيدا وقال بأنه لن يعترف بشرعية أي قرارات صادرة عن المحكمة. كيف سيكون مضرا؟ مضرا بماذا أي قرار من المحكمة؟ وهل يملك الاحتلال عدم الاعتراف بشرعية قرارات المحكمة؟
يعني أولا مساء الخير لك ولضيفك الكريم ولجميع مستمعيك. أعتقد أنه كما أشار ضيفك الدكتور أن هذا القرار هو قرار مهم، وهو مهم للقضية الفلسطينية، خاصة أن هناك محاولات إسرائيلية وغربية بالمناسبة لإعطاء إحساس وشعور أن القضية الفلسطينية هي قضية إنسانية يمكن التعامل معها وفق هذا الأساس. إسرائيل حقيقة هي تعتبر مثل هذه القرارات الصادرة عن المؤسسات الدولية خاصة القضائية منها هي قرارات مهمة، وهي ترى أن هذه القرارات تضر بشرعية إسرائيل وبشرعية احتلالها للضفة الغربية، لكنها لا تعطي اهتماما ولا تكترث القرارات الصادرة عن هذه المؤسسات، خاصة أنها تتمتع بشرعية الاعتداء على الشعب الفلسطيني من المجتمع، مما يسمى المجتمع الدولي. وبالمناسبة إسرائيل تقسم المجتمع الدولي إلى قسمين. القسم الأول هو أمريكا والدول الأوروبية، خاصة الدول الصناعية السابقة، وبقية العالم. فيما يتعلق في بقية العالم، أنا أعتقد أن إسرائيل لا تهتم كثيرا بمواقف هذه الدول، في حين تعطي أهمية خاصة لمواقف الدول الصناعية السابقة، وعلى وجه الخصوص الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي هي تعتمد في التصدي لهذه القرارات المضرة بالنسبة لها على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى وفيما بعد على ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في التصدي لمثل هذه القرارات. وأعتقد أن هذا العماد الأساسي الذي تعتمد عليه إسرائيل في تصديها للقرارات الدولية، وإن كان في المجال القضائي أو حتى في مجلس الأمن وفي المؤسسات الدولية المختلفة. إسرائيل سبق وأن صدر بخصوصها قرار من محكمة العدل العليا في عام 2003 أو 2004 أعتقد، فيما يتعلق بمسألة الجدار الفاصل، وهي لم تأخذ، يعني على الرغم من أنها لم تشارك في هذه الاجتماعات وكان رأيها استشاري، إلا أنها على الأرض قامت ببعض التعديلات التجميلية للجدار الفاصل في الضفة الغربية، لكنها لم تأخذ كل القرار وكل ما صدر عن محكمة العدل الدولية كرأي استشاري، لم تأخذ به ولم تتعاطى معه بشكل كل معتمدة في ذلك على المؤسسات الدولية. نعم. ما تخشاه إسرائيل حقيقة في هذا الموضوع ليس النظام الدولي، وإنما تخشى من الجماهير التي تتظاهر ضدها، خاصة في الدول الغربية، وهي التي ترى أن تأثير هذه المظاهرات يمكن أن يمتد إلى مؤسسات الدولة، إن كان على شكل برلمانات أو على انتخابات كما يجري حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية، التي يسعى الرئيس الأمريكي جاهدا في استرضاء العرب، خاصة في ولاية مثل ولاية ميتشيغان الأمريكية التي يتواجد فيها الكثير من العرب والفلسطينيين. كيف نفهم سيد عليان، كيف نفهم وصف مسؤولين إسرائيليين للمرافعات التي تقوم بها 52 دولة في محكمة العدل الدولية بالسيرك الإعلامي؟ ما خلفيات هذا التوصيف؟ يعني صراحة كمان مرة إسرائيل يعني في علاقاتها الدولية هي تعتقد أن المجتمع الدولي، خاصة الكثير من دول العالم بما فيها الدول التي ذهبت باتجاه العرض القضائي ضدها في محكمة العدل الدولية، هي تعتمد على إسرائيل نفسها في تمرير ما تريد أمام الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هي ترى أن هذا الموضوع وما يجري هو سرب دولي، وهي لن تتعاطى معه بالشكل والطريقة التي تتعاطى فيها لو كانت الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تقف في وجه إسرائيل أمام هذه المحكمة. لكن من الواضح أنه إسرائيل التي بالمناسبة هي لا تعير اهتمام للمؤسسات الدولية منذ تأسيسها حتى هذا اليوم،
وتصف كل قراراتها المعادية بما فيها القرار الاستشاري الذي سيصدر عن محكمة العدل العليا بأنه قرار لا سامي ومعادي للسامية وبالتالي معادي لليهود. وأعتقد أنه في سياق تعبئة اليهود ليس فقط في دولة إسرائيل وإنما في مختلف دول العالم تعمل على تجنيد هذه الفئات من خلال توصيف القرارات الدولية بأنها قرارات عنصرية وقرارات لا سامية ضد اليهود. شكرا. وبالتالي اعتمادها على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى الغرب في سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وحتى ثقافيا أعتقد أنه يدفعها إلى القول والتصريح بأن ذلك هو شرك دولي لا ترى له قيمة ولا ضرورة. لكن في نهاية الأمر كما أشرت لكم هو مهم للشعب الفلسطيني أولا على صعيد الرأي العام الغربي، ثانيا هو يثبت الحق الفلسطيني في المؤسسات الدولية، ثالثا هو يشوه صورة إسرائيل التي تحاول أن تظهر بصورة حضارية وما شابه ذلك. شكرا لك سيد عليان الهندي الخبير في الشأن الإسرائيلي، كنت معي من رام الله. مشاهدينا وانتقل إلى اسطنبول وينضم إلي من هناك دكتور محمد الزواوي الباحث في العلاقات الدولية. أرحب بك سيد محمد. يعني في الوقت الذي تقام فيه هذه المحكمة ضد دولة الاحتلال التي تشن عملية إبادة في قطاع غزة وهجوما أيضا على الضفة الغربية المحتلة، وزير الخارجية المصري سامح شكري يوم أمس يتحدث عن أن حركة حماس هي خارج الإجماع الفلسطيني ويجب محاسبة من دعمها ومولها. كيف نفهم هذا التوقيت في تصريحات سامح شكري؟ في بداية تحية لحضرتك والضيف الكريم والسادة المشاهدين. الحقيقة التوقيت غريب جدا، والحقيقة هو يعني لا يعبر عن الشعب المصري إذا كان هو وزير خارجية. لو كانت حتى تسيبي ليبني هي التي كانت تجلس بجانبه وهي التي قالت ذلك التصريح لكان يعني أهون قليلا. يعني الحقيقة أن التصريح غريب للغاية. الحقيقة أن الأمن القومي المصري مهدد، وحماس تعتبر خط دفاع رئيس عن الأمن القومي المصري، واعتبار أي حركة مقاومة أنها هي السبب في ما وصلنا إليه هو يعني صرف الأنظار عن الحقائق على الأرض التي نراها كل يوم. أن الاحتلال الصهيوني هو قوة إرهاب، قوة قتل، لا نرى سوى مدنيين يقتلون ومباني تدمر، وكذلك نحن نعلم علم اليقين أنه لديه نواة توسعية، ومصر أول من ستتضرر بذلك. ومن ثم فهذه التصريحات من سامح شكري لا تعبر عن الشعب المصري، ولا أعتقد تعبر حتى عن الأمن القومي المصري. يعني حتى جنرالات في الجيش المصري تحدثوا من قبل عن حق المقاومة الفلسطينية وحق المقاومة في امتلاك السلاح، وهذا أعتقد يعني هو يعني هذا رأي الجيش المصري. يعني حتى إذا كانت هناك دولة فلسطينية مستقبلية وهو ما يدعو إليه العرب، كذلك لابد من هذه الدولة على الأقل أن يكون لها سلاح، حتى لو كان سلاح يعني محدود بصورة ما. إذا كل العقل والأمن المصري وكل شيء يدعو إلى الاعتراف بالمقاومة وحق الفلسطينيين في المقاومة وحق الفلسطينيين في الحفاظ على أرضهم وتحرير. يعني حديث سامح شكري عن أنه إسرائيل عملت على تقوية حركة حماس في قطاع غزة من أجل الترسيخ الانقسام الفلسطيني، إلى أي مدى هو اليوم يحاول كشف الغطاء عن حركة حماس وتشويهها أمام العالم؟ يعني هو الحقيقه ان هو لا اعتقد انه يعني يقول ان اسرائيل هي التي يعني او ربما يرمي الى ذلك، يعني اسرائيل هي التي سمحت بذلك. هو هناك تقارير بالطبع، طبعا كان هناك تقارير ان اسرائيل هي تسمح بالتمويل وهي التي قامت بايصال شنط الاموال وما الى ذلك، لكن في النهايه حركه حماس يعني هي حق شرعي للمقاومه الفلسطينيه، حق شرعي للدوله الفلسطينيه، ومن ثم فلا يمكن ابدا ان يتم لومها بطريقه اخرى. إسرائيل هي المسؤولة عن كل ذلك، ولا يمكن أبدا يعني أن نحن نقول أن إسرائيل هي التي قوت حركة حماس. إسرائيل من المؤكد أن إسرائيل حتى لو هي سمحت بالشقاق الفلسطيني بتغذية أو بالاستمرار حركة حماس، فمن المؤكد أنها ليست إسرائيل التي مولتها بالسلاح وبالتقدم بالتكنولوجيا وما إلى ذلك.
يعني إذن الكلام أنا لم يعني حتى لو كان ذلك هو مقصوده سامح شكري، لكن الكلام في سياقه كله يلوم الضحية في النهاية، ولا أعتقد يعبر عن وجهة النظر الأمن القومي المصري بحال من الأحوال. شكرا لك دكتور محمد الزواوي الباحث في العلاقات الدولية، كنت معي من اسطنبول. سيد جلال الورغي، هناك ملاحظة هامة. في الوقت الذي هناك يتم هناك مفاوضات من أجل الوصول إلى صفقة ومحكمة العدل الدولية تقام، فجأة بدأنا نسمع هذه الأصوات سواء من مصر أو حتى من السلطة الوطنية الفلسطينية حول حركة حماس ومحاولة تشويهها والمقاومة بشكل عام. كيف تقرأ هذه المصادفة في التوقيت؟ دعني زياد فقط تشير إلى حالة الغضب والمواقف المتوترة لدولة الاحتلال من محكمة العدل الدولية وجلسات اليوم. الحقيقة زياد كما نعلم أن الاحتلال يراهن على أن يرسخ وجوده باعتبار وجود شرعي له غطاء قانوني وله غطاء دبلوماسي وله غطاء دولي، ولكن مثل هكذا يعني محكمة إذ تبين أن يعني إسرائيل تحتل أراض كثيرة من الأراضي الفلسطينية بطريقة غير شرعية وبطريقة استيطانية وبمنطق القوة والتغلب، سيعني أننا أن المحكمة في نهاية المطاف إذ تصدر هكذا قرار بأن الأراضي الفلسطينية هي أراضي محتلة من قبل إسرائيل، وأن إسرائيل يعني تغتصبها عبر الاستيطان وعبر القوة، إنما يعطي في نهاية المطاف حق للمقاومة. لأنه في نهاية المطاف إذا كانت هذه أراضي فلسطينية يعني أن وجود الإسرائيليين فيها هو وجود غير شرعي وهو وجود بمنطق القوة والاغتصاب، وبالتالي القانون الدولي يسمح للفلسطينيين بمقاومة كل من يغتصب أرضهم مثلهم مثل أي شعب، وبالتالي تنكشف إسرائيل باعتبارها كيان معتدي، كيان استعماري، كيان احتلالي، وليست كيان لا يدافع عن نفسه ولا يبدو كأنه ينسجم مع الشرعية الدولية. الأمر الثاني زياد هو أنه فعلا للأسف الشديد في وقت تبدو فيه إسرائيل يضيق حولها الخناق الدبلوماسي والقضائي والسياسي، بل وحتى فشل عملياتها العسكرية في تحقيق أشياء ملموسة يمكن أن تقدمها للمجتمع الإسرائيلي باعتبارها يعني صححت وردت على عدوان 7 أكتوبر، نجد أصوات مثل أصوات وزير الخارجية المصري الذي بدل أن يعطي زخم لهذا للقضية الفلسطينية ولهذا الالتفاف حول القضية الفلسطينية، نجده يحاول أن يجرم المقاومة ويعني يشيطن المقاومة من خلال الحديث على أنه يعني إسرائيل حركة المقاومة الإسلامية حماس خارج الإجماع الوطني، وهي متناسيا أن حماس جاءت بانتخابات شرعية يعني أقر الجميع بنزاهتها وديمقراطيتها، وبالتالي يعني في الحقيقة هو يصدر للأسف الشديد عن نظام انقلابي. هذا السامح شكري سواء هو أو القيادة المصرية كلها منبثقة عن نظام انقلابي تتحدث على حماس وجزء والمقاومة باعتبارهم خارجين عن الصف الوطني الفلسطيني. لا أحد سمح لي سامح شكري بأن يتحدث نيابة عن الفلسطينيين، وهو الذي يعني يتفرج هو والنظام المصري كله على المذابح والمجازر التي ترتكب في حق الفلسطينيين ولا يحركون ساكنا، وبدل على الأقل أن يلتزموا الصمت ويقروا بأنهم عاجزين إن لم يكونوا أصلا متواطئين من الاحتلال، يعني نجده يطلق تصريحات تصب في نهاية المطاف في يعني لمصلحة الاحتلال ولمصلحة العدوان على غزة، بينما كان يتوقع من مصر ومن النظام المصري أن على الأقل أن يكون إن لم يدافع عن غزة
إن لم يدافع عن الشعب الفلسطيني على الأقل أن يرفع صوته لوقف هذا العدوان. كل هذا لم يحصل، وإنما الذي حصل أنه بين التصريحات سامح شكري التي تحاول أن تشوه وتشيطن المقاومة، وبين الموقف النظام المصري الذي يحذر لمنطقة عازلة على الحدود مع غزة من أجل أن يستقبل المهجرين قسريا من أبناء غزة، دليل على أن التواطئ لا غبار عليه من النظام المصري ضد الفلسطينيين وضد أهل غزة الذين كانوا يتوقعون موقف أكثر إنسانية وأكثر يعني تعاطفا وتضامن معهم، بينما هو يبدو يعني في الحقيقة يضع نفسه إلى جانب الاحتلال وإلى جانب العدوان وليس إلى جانب الشعب الفلسطيني المظلوم في قطاع غزة وحتى في العديد من المناطق الأخرى. نعم. طيب أخيرا، وبعد إعلان الاتحاد الأوروبي عن إطلاق عملية في البحر الأحمر لتأمين الملاحة، أيضا هناك تصريحات مصرية والسيسي تحديدا تحدث عن خسائر قناة السويس 40-50%. أيضا هل هذا التزامن برأيك صدفة أم هو مرتب؟ هو في الحقيقة زياد هذا يعكس أنه هذا الموقف المخزي الذي تتخذه مصر من في العلاقة بالعدوان على غزة لا يؤذي ولا يضر فقط الفلسطينيين وأهل غزة، لأنه كان موقف سلبي فيه يعني الكثير من يعني السلبية، لا تضامن ولا محاولة لوقف الحرب والعدوان ولا تحركات دبلوماسية ولا موقف حتى قوي، وإنما هو في الحقيقة يؤذي مصر بالدرجة الأولى هذا الموقف، لأنه استمرار العدوان كانت له تداعيات على مصر كبيرة جدا، ليس فقط في العلاقة بالأمن القومي الذي يعني من خلال أنه الحدود المصرية الفلسطينية باتت حدود مستباحة تقريبا يستبيحها العدوان الإسرائيلي بالعمليات قصف وتحولت هذه الحدود إلى حدود هشة ويعني يسود فيها الكثير من التوتر، وإنما حتى اقتصاديا زياد مثل ما أشار السيسي ويعترف بعظمة لسانه بأن مصر خسرت ما بين 40-60% من المداخيل بسبب التوتر في غزة وبسبب التوتر في باب المندب والبحر الأحمر، وهذا في الحقيقة يعني تداعي مباشر على الموقف المصري المتخاذل، لأنه في نهاية المطاف أنت تدرك زياد والجميع يدرك أنه لو مصر يعني جرت كل المنظومة العربية في موقف قوي ضد العدوان الإسرائيلي على غزة لتوقف منذ الأيام الأولى، ولكنهم تخاذلوا، بل البعض منهم متواطئ والنظام المصري منهم، ولذلك متوقع أن تعلن المزيد من الخسائر. وفي تقديري مع هذه العملية التي أطلقها الاتحاد الأوروبي اليوم، في تقديري أنها لن تكون جزء من الحل، بل هي جزء من المشكل، جزء من توسيع نطاق الصراع، وكلما توسع نطاق الصراع والأزمة في تقديري سيكون هنالك عدم استقرار، وعدم الاستقرار سينعكس مباشرة مثلما تضررت إسرائيل تضررا كبيرا من بسبب توقف الملاحة باتجاه ما يعني ميناء إيلات، فإن أيضا قناة السويس ومنطقة البحر الأحمر وباب المندب سيعانيان من مشاكل وتوتر جعل تقريبا وسيجعل الكثير من السفن والملاحة البحرية الدولية تأخذ مسارات أخرى بعيد عن هذه المنطقة وهذه المسارات، وهذا سيكلف مصر الكثير الكثير من ميزانيتها زياد. تقريبا مصر السنة الماضية كان مدخول الميناء يعني كان مدخول قناة السويس حوالي 14 مليار دولار، بين 10-14 مليار دولار، أن ينخفض إلى النصف في ظل وضع اقتصادي مأزوم وديون خارجية كبيرة، هذا يعني أنه مصر
والنظام المصري يكلف مصر بمواقفه المتخاذلة يعني اقتصاديا واجتماعيا الكثير، فضلا على العار الدبلوماسي الذي يلحقه بسبب خذلانه لأبناء غزة والفلسطينيين بصفة عامة. أشكرك جزيلا سيد جلال ورغي الكاتب والباحث على حضورك معنا.